طيب، في هذا الباب هنبدأ نحكي على النيورال نتورك. احنا استخدمنا لوجيستيك ريجريشن عشان نفهم الجريديانت، فهمنا الجريديانت لأن بدنا نشوف النيورال نتورك وبدنا نطبق عليها الجريديانت برضه، تمام؟ فالآن النيورال نتورك، إيش النيورال نتورك؟ النيورال نتورك زي ما أنتم شايفين أمامكم إنه ممكن تكون مكونة من 1 نيورون، فبالتالي أنا بتكون أنا عندي المدخلات أنا عندي بهذا الشكل، تمام؟ وهنا في عندي نيورون، والنيورون هذا بيطلع الوايت الواي هات اللي هي البريدكتد فاليو اللي هي اتفقنا احنا بدنا نسميها ايه، تمام؟ هجيت الواي هات هذه كيف بتطلع معايا؟ بدي ارجع للكمبيوتيشن جراف اللي احنا درسناه في الباب السابق، تمام؟ انه هنا في عندي هنا اللوس وفي هنا عندي الاي، هاي الاي، تمام؟ هاي المعادله تبعتها، فبالتالي الاي هاي المعادله تبعتها بستخدم فيها سيجمويد زي. هنا بحتاج تفاضل الـ A وهذا كله عبارة عن تفاضل الـ Z دي زي، وحكينا إنه الـ دي زي أنا بحتاجه كتير. وين بحتاجه؟ عشان أحسب الـ دي دبليو والـ دي بي، تمام؟ طيب، هذا في حال إنه كان في عندي نيورون واحد، يبقى هنا الإسقاط اللوجيستيك ريجريشن ممكن نعتبرها انه هي عباره عن نيورون او شبكه مكونه من نيورون واحد فقط ابليكا. اما لو النيورال نتورك كانت مكونه من عده طبقات وكل طبقه فيها اكثر من نيورون، في هذه الحاله بعتاز لنوتيشن جديده، والنوتيشن الجديده هذه بعتاز لاندكس للطبقه، والاندكس تبع الطبقة كيف بمثله؟ براكتس زي هيك وفي الاندكس تبع الطبقة، يبقى هذه الطبقة الأولى، هذه الطبقة الثانية، تمام؟ لاحظوا انه النوتيشن انا عندي هنا استخدمت براكتس، لما بستخدم اقواس دائرية او هلالية بيكون هذا عبارة عن الاندكس تبع ايش؟ الايث تريننج اكزامبل، اما لو كان براكتس بيكون الاندكس تبع الطبقه تبعت النيورال نتورك، تمام؟ ايش معتاز هنا؟ هجيت عشان احسب الاوتبوت هذا مش هيجيني مباشر، هنا بيجي الاوتبوت مباشر اللي هو عباره عن ايش؟ هنا في عندي دبليو وهنا هنا عندي دبليو واحد، هنا عندي دبليو اثنين، وهنا عندي دبليو 3، تمام؟ والتعميم انه دبليو اكس زائد بي، صح؟ لكن هنا بقدرش احسب هذا الكلام مباشرة، ليش؟ لانه في عندي هنا طبقة وفي عندي طبقة وراها، فايش بعتاز؟ بعتاز كومبيوتيشن جراف. لاحظوا هنا في الكومبيوتيشن جراف طلعوا كويس، هذه المعادلات لمين؟ لأي طبقة؟ لأي طبقة؟ للطبقة الأولى، شايفينها؟ هاي للطبقة الثانية. طيب، تخيلوا معايا كويس هنا. هجيت هنا في عندي أوتبوت اسمه A، تمام؟ والأوتبوت هذا بدي أعمل له الإنديسيز تبعته، فبحط فوق براكتس واحد وتحت واحد، هنا هذا A برضو نفس الفكرة، الطبقة الأولى ولكن الأوتبوت الثاني. هذا الـ A كيف بحسبه؟ X في W زائد B بطبق عليه سيجمويد، تمام؟ بيطلع انا عندي الاكتيفيشن فانكشن هنا. اما هاد كيف بحسبه؟ هل هو اكس؟ لا، ما بيتعامل مع اكس. ايش بيتعامل؟ اي في دبليو، يبقى هنا في عندي دبليو، هنا في دبليو،
دبليو اللي هنا ايش الانديسيز تبعتها؟ ايوه فوق في لها اندكس تمام، والها هاي واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثة تمام، وهنا برضو نفس الفكرة بس هنا ايش في انا عندي اثنين تمام. فبالتالي انه هنا بده يكون عبارة عن حاصل ضرب مش الاكس في الدبليو، الاي في الدبليو اللي هو عبارة عن انا بدي اطلع ايش المدخلات انا عندي في النتورك هذه او في عفوا في النود هذه، عندي المدخل هذا، المدخل هذا ايش بطلع؟ هاي ايه A1 و A2 و A3 واضح؟ هذا كلام بدنا نرجع له هنا في المعادلات، طلعوا في المعادلات كويس. بدي ارجع رجوع هنا، هنا حسبت A2 هيو، هنا عندي في الشبكة هذا عبارة عن A2 هذا اللي هو الناتج النهائي الأوتبوت تبع الشبكة كلها هيو A2. عشان احسبه ايش بعتاز؟ اطبق السيجمويد زي 2 في الطبقة الثانية تمام. طيب عشان احسب الزي 2 ايش بعتاز؟ دبليو ولا ايه؟ دبليو، دبليو في ايه؟ دبليو في ايه؟ هنا انا عندي ايش المدخلات الاكس مباشرة، ايش عندي؟ المخرجات تبعت الطبقة التي تسبقها بالضبط بالضبط. هنا انا عندي الاندكس تبع الويت 2 اللي هنا في الطبقة الثانية، والاوتبوت تبع مين؟ الطبقة الأولى، فعشان هيك انا عندي A1 مضروب في W2 تمام زائد B2 تمام، يبقى هاي زي 2. طيب عشان احسب A1 ايش بعتاز؟ هيو برجع هنا بحتاج اطبق السيجمويد على زي 1، A1 معنى ذلك بحتاج انه اطبق السيجمويد على A1. طيب الزي 1 عشان احسبها هنا W في X وتحط، يبقى شفتوا هنا الكمبيوتيشن جراف كيف انه انا بيساعد علي وبيريحني في هذا الموضوع. هنا بقدر اجيب دي اي بس لاي طبقة؟ للطبقة رقم 1. هنا بقدر اجيب دي زي بس لاي طبقة؟ للطبقة الثانية. ما دام انا عندي زي 2 بتساوي، معنى ذلك انه انا بقدر اجيب، يبقى الكمبيوتيشن جراف بيقدر انه هو يحدد لي انه من اي طرف انه بقدر اجيب انا عندي التفاضل على ايش هو بعتمد تمام. هذا الكلام هيو مشروح هنا بالتفصيل. لاحظوا انا عندي ال A هي بتساوي ال A في الطبقة 0 اللي هي اول طبقة بتساوي ال X هي المدخلات، مش مضروبة في اي شيء تمام، هي القيم اللي بتيجي انا عندي من الداتا سيت تمام. اما A1 اللي هي تبعت الطبقه الاولى كيف بحسبها؟ اللي هي الاكس في الدبليو او الدبليو في الاكس بالاحرى، دبليو في اكس هنا بتساوي اكس فقط، اما هنا ايش بتساوي؟ دبليو في اكس تمام، دبليو والاندكس تبعها هي 1 فوق زي هيك في اكس تمام. لاحظوا هنا انه هنا الانديسيز انا عندي سوبر سكريبت فوق اللي هو عباره عن الاندكس تبع الطبقه، وهنا انا عندي A1 و A2 و A3 تمام. هنا انا عندي W والانديسيز تبعتها هي 1، هنا بيكون عندي 1 2 3 الى اخره، هنا بيكون في عندي W بس الاندكس تبعها 2. طيب هنا كيف بدي احسب الاوتبوت؟ فبحسب المعادله اللي هي A1 ضرب W2 1 A2 W2 2 وهكذا، وبطبق عليها الاكتيفيشن فانكشن بهذا الشكل تمام. طبعا مفهوم الاكتيفيشن فانكشن انسبايرد من البيولوجي
يعني أنا عندي في الشبكات العصبونية البيولوجية إنه الخلية العصبونية إنه بصير لها تنشيط أو بصير لهاش تنشيط حسب المدخلات اللي موجودة أنا عندي. تنشيط ممكن يكون إنه هو عبارة عن ناتج نهائي أو ممكن يكون تنشيط لنيورون تاني. فبالتالي إنه هذه عبارة عن مجموعة من الطبقات أو النيورونز تعطي الناتج تبعها تنشيط أو عدم تنشيط حسب الاكتيفيشن فانكشن، واللي بيتم اعطائه لنيورون في طبقه بتلي انه تنشط او ما تنشطش، فهو بناء على نمط معين. يعني على سبيل المثال قال له انه هذا تنشط، هذا ما تنشطش، ما تنشطش، تنشط. فهذا النمط بمثل عنده انه في هذه الحاله انا محتاج انه لا اعمل تنشيط. طبعا هنا انا بحكيش انه دائما راح يكون الاوتبوت صفر او واحد. بالضبط حسب الاكتيفيشن فانكشن السيجمويد انه الناتج تبعها زي ما احنا شفنا انه بين الصفر والواحد. واذا كان انه في المنطقه هذه تمام، احنا حكينا انه المعادله تبعتها زي هيك، انه هنا كل ما تزداد القيمه اكثر انه بيقترب ناحيه الواحد، هنا انا عندي عند النص تمام، وهنا بيقترب عند الصفر. صح، حكينا اذا انا كنت عند المنطقه هذه ايش بعد، ايش بستخدم؟ بستخدم الـ probability. إذا كان أكبر من 0.5 معنى ذلك إنه 1، إذا كان أقل من 0.5 بيكون 0، معنى ذلك إنه الناتج دائما 0 و1 تمام في السيجمويد تحديدا. أوكي، يبقى بقدر أحط هذا الكلام في فيكتور بالنسبة لطبقة معينة، مجرد إنه نضيف إيش الإندكس تبعت الطبقة هذه فوق، بيكون انه احنا ايش خلصنا من الموضوع هذا. تمام تمام هذا كلام الموضوعية، اعتقد انه انتم فاميليار معاه، انه انا عندي طبقة هذه بسميها الانبوت لاير، هذا بسميه هيدن لاير، وهذا الاوتبوت لاير بهذا الشكل. تمام، طيب كمان مرة في النيورال نتورك ما بقدر انه انا استخدم الزي كفاليو مباشرة، لانه هذه عبارة عن ريال فاليو، وهذا الحكي كيف؟ مش لانه مش محسوب، لانه حكينا انه هذا انسبايرد من البيولوجي، والبيولوجي انه ناتج تبع كل عقدة عصبية انه هي يا بتعطي اشارة تنشيط او عدم تنشيط. تمام، فبالتالي بقدرش اخذ الاوتبوت هيك كريال، انه انا اضرب ال W في الاكس وازود عليه البي واعتبره انه هذا الاوتبوت. ايش محتاج؟ محتاج عليه انه انا اطبق عليه الاكتيفيشن فانكشن. فهنا لو انتم شفتوا جوا النيورون ايش بصير؟ بصير عباره عن حساب الزي واللي تمثل ريال نمبر، وبعد هيك بروح بطبق عليها اكتيفيشن فانكشن عشان اطلع اوتبوت معين. كل النيورونز لازم تشتغل بهذا النمط، لازم يتطبق عليها اكتيفيشن فانكشن. فيش نيورون ما بتطبق عليه اكتيفيشن فانكشن، لا يعقل. لا، في شيء مختلف، في بين في ماينس واحد او واحد عندنا حنشوف الاكتيفيشن فانكشن. بس الفكره في الموضوع انه الاكتيفيشن فانكشن شغله يعني اساسيه لازم تكون موجوده. تمام، طيب هجيت هنا الاكتيفيشن فانكشن جواتها، هنا بدا يفصل، بدا يفصل في المعادلات، هتلاقوا نفس المعادلات اللي احنا شرحناها ومرت علينا مرارا وتكرارا، بس ايش نضاف الها؟ انديسيز. تمام، الانديسيز تبعته هنا ايش بتلاحظوا؟ هنا هنا قسم، يعني زي ما عمل هنا قسم النيورون هنا لنصين، في النص هذا ايش بحسب؟ الزي، والنص هذا الـ A اللي هو ناتج الاكتيفيشن طبق عليه السيجمويد. هنا زي واحد، ليش زي واحد؟ لأنه هو عبارة عن أول نيورون، وفوق أنا عندي في السوبر سكريبت أول لاير. تمام؟ في النص الثاني من النيورون A واحد. إيش معادلة الزي؟ W في الإكس زائد البي. تمام؟ هنا كل
نيورون في إله بي خاص فيه، فعشان هيك بعتاز index للبي. أما سابقا في اللوجيستيك ريجريشن في عندي بي واحدة. في اللوجيستيك ريجريشن لما كنا شفنا معادلة اللوجيستيك ريجريشن اللي هي WT X زائد B، حكينا إنه في بي واحدة، وإحنا اعتبرناها إنه هي مكونة من، يعني ممكن نعتبرها إنه هي single neuron، تمام؟ أما هنا أنا في عندي عدة neurons، فكل نيورون في إله بي لحال، فبالتالي إنه هنا بعتاز إندكس للبي، تمام؟ فالبي هذا تبعت النيورون الموجود في الطبقة الأولى اللي هو النيورون الأول، تمام؟ وهنا في عندي إنديسيز للويت، هيو موجود في السوبر سكريبت، هنا W1 اللي هي الكونكشن الأولى هذه، تمام؟ ننزل هنا للنيورون اللي بعده. النيورون اللي بعده النص اللي على الشمال هذا ايش بحسب فيه؟ زي. بس ايش؟ زي ما انتم شايفين انا لسه في الطبقة الأولى ولكن زي 2، ليش؟ لأنه النيورون الثاني. ايش الكونكشن؟ اللي هو W2 برضه في الطبقة الأولى زائد B2 لأنه النيورون الثاني وأنا لسه في الطبقة الأولى. ايش بيطلع؟ النص الثاني هي. خلاص صرنا عارفين اللي هو بيطلع A2. اللي هو الاوتبوت الثاني او الاكتيفيشن الثاني للنيورون الثاني في الطبقه الاولى، لسه احنا في الطبقه الاولى، تمام؟ فهيك احنا عرفنا فعليا النيورون نتورك جوا كيف بتشتغل تحديدا، تمام؟ طيب هذا الكلام ممكن انا اصفه في معادلات ما دام احنا فهمنا هذا الكلام لكل نيورون، ممكن أكمل لكل المعادلات لكل النيورونز وللطبقات التي تليها، الموضوع صار سهل. إيش المطلوب مني؟ بس أحط الإندكس، خلاص، خلصنا. فبالتالي هنا أيوه حطيت لي إنديسيز، أيوه زي واحد، زي اثنين، زي ثلاثة، هذا كله للطبقة الأولى. تمام؟ وهنا A1، A2، A3 برضه للطبقة الأولى. تمام؟ بالضبط بغير انا عندي السوبر سكريبت فوق انه عندي بهذا الشكل. وين؟ ماشي عامل مصفوفه للاكس، ولكن انا عندي اذا انت بتلاحظي هنا انه الاكس بريزنتد هنا، اكس واحد هنا، يعني اي واحد ايش المدخلات تبعتها؟ اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثة، يبقى كل الفيتشرز تدخل على كل نيورو، فبعممها في ماتريكس، والماتريكس تبعت الاكس خلاص انه احنا عملناها زي هيك، هاي x1 هذه x2 وهكذا. كيف؟ كيف؟ نعم صحيح، هاجيت ال x هي input تيجي من الداتا من التريننج داتا، تمام؟ هاجيت انا عندي ال w ما دام انه هذه خوارزميه توجد قيمة ال بعمل ابديت، فأنا محتاج بس اللي محتاجه initial value، محتاج إن أنا عم أعطيها قيم ابتدائية وخلاص، بعد هيك الخوارزمية توجد أفضل قيم، تمام؟ والبي كذلك. يبقى المعادلات هذه بالنسبة لكم صارت إنه هي مفهومة، صح؟ تمام؟ هذه الويت ماتريكس، تمام؟ ممكن أحط الويت أنا عندي في ماتريكس، وهي الإكس، هيو فرضها إكس واحد وإكس اثنين وإكس ثلاثة، البيات، يبقى هذه عبارة معادلة اللي هي W ضرب الإكس زائد البي، تمام؟
اللي هي هذه بتساوي زي، والاي اللي هي عبارة عن ماتريكس ايش بتساوي؟ سيجمويد تبعت زي، بس مجرد انه هذه الماتريكس بطبق عليها دالة السيجمويد وخلص بيطلع لي الناتج. هنا بيجي بحكي عن الفيكتورايزيشن، تمام؟ ما دام انا هذا الكلام كله اذا قدرت انه انا اصفه في ماتريسيز خلاص، يعني هنا لاحظوا انه هذا الكلام للطبقه الاولى، هذا الكلام للطبقه الثانيه، تمام؟ فهنا ايش بروح بسوي؟ بعمل فور لوب من اي بتساوي واحد لام، بلف على كل تريننج اكزامبل واحدا واحدا، ايش بسوي؟ بحسب الزي، بحسب الاي، تمام؟ للطبقة الأولى، بعدين للطبقة الثانية، بهذا الشكل. ثواني بس عشان اشوف، يعني ماشي اوكي، عشان انه موضوع الاكتيفيشن فانكشن بس داير اخر نقطة هنا، تمام؟ انه هنا انه بيحكي انه فيكتورايزيشن لمالتيبل لمالتيبل اكزامبلز، تمام؟ شفنا هذا الكلام انه هنا هذه الطبقة الأولى وهذه الطبقة الثانية، إذا احنا بدنا نضيف هذا الكلام للإكزامبلز ايش بده يصير؟ أنا في عندي هنا بده يصير في عندي سوبر سكريبت اثنين، هايهم شايفينهم هنا، واحد بأقواس واحد بشكل هلال، أقواس مربعة وأقواس هلالية. هذا الإندكس تبع مين؟ طبقات. وهذا الإندكس تبع مين؟ الآيث تريننج إكزامبل، تمام؟ يبقى هذا كلام كله صفيته في مصفوف. وين هالاي؟ هنا ما فيش، اللي بين براكتس للطبقة، واللي بين اقواس هلالية للايث ترينك اكزامبل. معنى ذلك انه انا في عندي تو انديسيز، انه انا عندي هذا الكلام لعدة ترينك اكزامبلز. هل بقدر انا، السؤال هنا، هل بقدر انا احطه في مصفوف واحد؟ اه بقدر احطه في مصفوف واحد. هي مصفوفة الـ A واحد، تمام؟ هذا اللاير الأول اللي هو الـ output تبع اللاير الأول، تمام؟ الـ output تبع اللاير الأول بقدر إنه أنا أحط كل الـ outputs تبعت كل الـ training examples في مصفوفة واحدة. كيف شكلها؟ هي شكلها زي، بيكون في عندي في السوبر سكريبت بيكون في عندي two indices، واحد الاندكس تبع الطبقه والثاني الاندكس تبع الاي تي تريننج اكزامبل. كيف؟ اه مش حكينا انه هي واحد، كيف؟ واحد زائد ماينس زي، تمام؟ كيف؟ مش هذا الاوتبوت تبع الاول؟ وهنا نفس الشيء، انا عندي في الزي في عندي هنا تو انديسيز زي ما انتم شايفين في السوبر سكريبت، تمام؟ طيب هنا واحد واحد، هنا واحد اثنين، هنا برضو لليورون الأول بس الترينينج اكزامبل الثاني، وهنا ثلاثة بهذا الشكل. هجيت هنا بده يكون في عندي مصفوفات مختلفة،
تمام، زي ما انتم شايفين هيها ملونة بألوان مختلفة. تمام، أنا في عندي مصفوفة الـ W للطبقة الأولى، وفي عندي حاصل ضرب الـ W تبعت الطبقة الأولى في الـ X تبعت الـ X كلها تبعت الـ First Trig Example، بيطلع أنا عندي أي الناتج هذا بدي أحطه وين؟ هنا. تمام، وبعدين بدي يكون في عندي هنا W ضرب X 2 اللي هو التريننج اكزامبل الثاني، وين حطيناه؟ هنا. وهنا تبعت التريننج اكزامبل الثالث حطيناه هنا. تمام، يبقى W في X، ايوه زي ما انتم شايفين كل واحدة بلون مختلف انا عندي. تمام، ايش بتساوي؟ بتساوي اللي هو عبارة عن حاصل تجميعة هذه الشغلات، انه كل واحدة كل عمود من هنا عبارة عن فيكتور انا حسبته لاي في تريننج اكزامبل بحطه هنا، ايش بيطلع انا عندي؟ بيطلع انا عندي الزيات، مش حاصل ضرب الدبليو في الاكس وبزود عليه البي، بيطلع انا عندي الزيات زي زي زي، وهي كل واحدة انه هي ملونة، هذه للفيرست تريننج اكزامبل، هذه للسكند تريننج اكزامبل، هيها زائد البي هينا موجودة، ما نسيناها. تمام، وهكذا هذا ايش بيطلع انا عندي؟ زي واحد. تمام، فبالتالي انه المعادله هذه كلها احنا فرضناها بالفيكتورايزيشن، شايفين المجهود الجبار اللي بتسويه النمباي لما تيجي تعمل العمليات الحسابيه هذه كلها. انا بالنسبه لي هذه عباره عن هي معادله بسيطه اول تريننج اكزامبل، لكن هو بيسوي مجهود جبار جوا عشان يجيب الحسابات هذه كلها ويطلع لي الناتج. تمام، هذا الكلام انه هنا بعمله في فور لوب زي هيك، بلف على كل تريننج اكزامبل وببدا اعمل في المصفوفه تبعتي بهذا الشكل. ف خلينا نتوقف هنا ناخذ بريك، تمام، وبعد هيك نبدا نحكي على الاكتيفيشن.